هاي لكل دولة بالعالم تقاليدها الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد. بإيطاليا ممكن عشاء العيد يطول أكثر من 4 ساعات لأنه معظم الإيطاليين بيقدموا أكثر من 7 أطباق على العشاء. اليابانيين بتناولوا عشاء العيد بأحد أشهر مطاعم الوجبات السريعة، وهالتقليد منتشر بشكل كبير لدرجة بيحجزوا اليابانيين طاولتهم بالمطعم قبل بشهرين. بجمهورية تشيك بيتناولوا الناس العشاء المؤلف من الشوربة، البيض والسمك، ولازم عدد الأشخاص المجموعين حول الطاولة يكون مجوز، لأنه بيعتقدوا إنه الشخص اللي بلا شريك بيموت بالسنة اللي جاي. عدد كبير من سكان السويد بيحضروا أفلام الكارتون الخاصة بدونالد دوك ليلة عيد ميلاد، وهالتقليد بدأ سنة 1960. مين قال إنه 27% من العائلات ببريطانيا بيحضروا خطاب الملكة إليزابيث على عيد الميلاد؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.